السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق. يقول الدوام سيكون 4 أيام حضورية مع بقاء عطلة يوم السبت. يعني اليوم المتحدث يقول مع بقاء عطلة يوم السبت. احنا كلنا نعرف الدوام 1/11 يبدي، او دوام حضوري و4 أيام حضوري بالمدرسة. قبل كم يوم لما نزلنا الخبر، لما وزارة التربية نزلت الخبر، قالت ماكو عطلة يوم السبت، يعني دوام. اليوم المتحدث يقول مع بقاء عطلة يوم السبت، فما نعرف احتمال غلطان او احتمال رجعتها وزارة التربية يوم السبت عطلة. خليكم ويا الفيديو. نبدأ العام الدراسي في الاول من تشرين الثاني وبواقع 4 أيام حضورية مع بقاء عطلة يوم السبت. نبدأ العام الدراسي في الاول